انا ما عادش عندي فيها صور. خلاص اول واحد عندي في الفور لمب اللي هو عباره عن الميديان نيرف بالان تخنف فيها الله يكرمك. يبقى الايه الميديان نيرف؟ الميديان نيرف موجود فين؟ ميديال اسبكت في الفور لمب. يا دكاتره بقولت انا اهو في الامتحان الحيوان بيجي وحضرتك بتسال انا بقول لك شحن امسك ابره بقول لك شور لي على مكانه. الخطا ان سيادتك ايه تيجي في الامتحان مكانه هنا مثلا عند القلب تشاور له عند الكربة مكانه في الفرن لم بتشاور في عند لم طبعا في تلمستيك والله لو عملت ايه انما انت رحت شورت لي هنا جنبه اه بعتبر لك صح حتى لو مهزوز شويه انما توديني في مكان تاني ده الغلط. اتفقنا؟ عشان معلش بس يبقى الان فينا في الامتحان انا مش هقول لك احقن انا ما حقنتلكش في السكشن خلاص. يبقى اول نيرف عندنا اللي هو عباره عن الميديان نيرف المجموعه اللي ورايا والمجموعه اللي هنا على الميديال اسبكت. قبضة ايد ديستال تو زي البو جوينت اهو قبضة ايد ديستال للبو جوينت جاست كودل للريدياس بون المجموعة اللي هنا ايه اهي المجموعة اللي هنا ايه قبضة ايد جاست كودل للريدياس بون بدخل صبعي او الطريقة التانية في نص مثلث المجموعة اللي ورايا قاعدته الالبو جوينت وراسه الشاست نط لان في نفس المكان اهو حسيه اهم حاجة تحس العضماية تبقى ورا العضماية المجموعه اللي هنا ايه ورا العضمايه اهو العضمايه ايه بتخبط في ايدي حط صبعك كده العضمايه قدام صبعك يبقى انت صح. ده اسمه ايه يا جماعه؟ الميديان نيرف او المجموعه اللي هناك اللي ما شافتش المثلث اهو المثلث قاعدته قلبه وراسه مين الشاس نط في نصه ورا العضمايه المكان اهو. ده اسمه ايه يا دكاتره؟ الميديان نيرف. ناخد النيرف اللي بعد اسمه الايه؟ الالنر نيرف اهو الالنر نيرف كودل الالنر نيرف كودل قبضه ايد فوق الكربال جوينت او الاكسسوري كربال بون اهي او اهي فين يا دكتور في الجروف او الدبريشن اللي ما بين العضلتين ده اهو اهي الفليكسور كارباي النارز والالنارز لاتراليز اهو صابعك داخل اهو عندك عضله اهي وعضله الثانيه اهي عندك عضلتين هنا اهو عضله ناحيتي وعضله ناحيتك قبضه ايد اهي واضحين اظن سهل قوي الحاجات دي واضحه مش فارقه تحت اهو الكربال جوينت اهو قبضة ايد فوق اهو صبعك ده مكان دخلت الابره ده تحت الجلد دلوقتي مش مدخل الجلد يا دكتور ده انا هدخل الابره لجوه اقصى حاجه ده النرف جوه دكتور دي ايوه هي دي ده اسمه ايه الالنر نيرف. تعالى ناخد النيرف الثالث اسمه ايه الماسكولوكوتينيوس بتاع الايه الفور لمب. حضرتك لو بصيت برضو كده هتلاقي فيه بلاد فيزل باين واضح اهو اهو والمجموعه اللي عندي اهو واضح اهو اسمه ايه السيفاليك واللي ورا اسمه ايه؟ افرق ما بينهم ازاي في الايه؟ عشان ما انساش في الامتحان السي قبل الاس السي قبل الايه؟ زي الفور قبل الايه؟ الهايند يبقى السيفاليك السي تمشي مع الفور ما تمشيش مع الهايند خلاص؟ يبقى اهو ده باجي قدامه وفي نص المسافه ما بين الالب والكربل يعني تقريبا هنا قدام اهو والثاني